نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغى الأشواق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة ابتدي معاكم الدرس الأول من دورة الأردوينو. طبعا بسبب المشاكل اللي حصلت امبارح في الشيرينج بتاع الديسكتوب أنا هسجل المحاضرة دي، وإن شاء الله لو في أي مشكلة تانية هبدأ أسجل المحاضرة وأرفعها على اليوتيوب، ونشوف لو إحنا نرفعها على اليوتيوب أحسن بعد كده نبدأ نتناقش في المحاضرة. يعني اللي يريحكم هنرفع المحاضرة دي بعد كده نشوف الآراء بتاعتكم على الجروب أو على المنتدى. تمام، أنا عامل المنتدى الفكرة بس يعني هو منتدى بسيط جدا، إن إحنا نبدأ نرفع أسامينا كلنا بحيث إن إحنا هنعمل كشف ونبدأ نتابع المشاريع مع بعض. لو أنا مثلا في نهاية كل درس زي ما إحنا اتفقنا هيبقى مطلوب منك مشروع، المشروع ده مش هدفه أي حاجة غير إن إنت تستوعب على قد ما تقدر وتفهم كويس جدا وتبدأ تطبق وتعرف مدى استيعابك للدرس بتاعي. تمام، لو عندك أي مشكلة في الفهم يا إما تدور على النت يا إما تتفرج على الفيديو اكتر من مره، لو ما خلاص ما قدرتش تتابعنا على اليوتيوب، تتابعني على الجروب او تتابعني على المنتدى وانا هشرحه لك من الاول. لو تطلب الامر اعمل لك فيديو هعمل لك فيديو. تمام، اهم حاجه في المرحله الاولى خلال المستوى الاول بتاعنا ده كله ان شاء الله ان احنا نعتمد على الحفظ اوبشن الفهم، سوري اوبشن الحفظ ده تلغيه. تمام، يبقى احنا لازم نعتمد على الفهم ونلغي الحفظ نهائي. تمام تمام. طيب دلوقتي عايزين نتكلم عن موضوع الشهادات. ملتقى الدارين قال ان لو لو الدورة خدت اكتر من 8 محاضرات هيبدأ يدي للناس اللي بتحضر والناس اللي هيتعمل لها امتحان طبعا في نهاية الدورة هيديهم شهادة على اجتياز المستوى الاول. تمام، فاحنا ان شاء الله يعني لو ربنا ادانا واياك طول العمر الدورة ان شاء الله هتبقى فوق الـ8، فياريت الناس اللي بتخش باسم تفضل داخلة بنفس الاسم، لان في ناس مراجعين بيبدأ يراجعوا الأسامي اللي بتدخل وكده والمشاريع اللي بتتقدم، فعشان الناس برضو تاخد الشهادة برضو منها فايدة ليها. تمام تمام. نبدأ دلوقتي أول حاجة نتكلم عن إيه هو الأردوينو. تمام، قبل ما نتكلم عن الأردوينو حابين نعرف إن أنت لازم يكون عندك أساسيات الكهرباء، يعني عارف يعني إيه الفرق بين المقاومة والمايكرو كنترولر والترانزستور والكلام ده كله، وشكل الكاباستور ايه وشكل الحاجات دي ايه، يعني اشكال مجرد بس انت عارف شكلهم ايه. تمام، وانا ان شاء الله لو الناس ما عندهاش اساسات في الكهرباء هبدا اعمل شروحات في اساسات الكهرباء. تمام تمام. نبدا اول حاجه، بسم الله. ايه هو الاردوينو؟ هو بورده، هي عباره عن بورده او لوحه الكترونيه بتسهل عمليه التحكم في المايكرو كنترولر. تمام تمام، نقف كده قبل ما نكمل ايه هي الاردوينو ونبدا نعرف يعني ايه مايكرو كنترولر. مايكرو كنترولر زي ما انتم شايفين قدامكم ده شبه الاي سي بالظبط. تمام، بس بيفرق بينه وبين الاي سي او الدوائر المتكامله في حاجه. الاي سي او الدائره المتكامله بيبقى ليها وظيفه معينه في الدائره بتاعتي. تمام، يعني انا بعمل دلوقتي دائره او مشروع معين بيبقى كل كومبوننت عندي ليه وظيفه واحده. اما المايكرو كنترولر ممكن يبقى له 10 20 50 60 100 وظيفه. تمام، طيب الكلام ده انا اقدر اعمله ازاي او اعمل الوظائف ازاي؟ انا اللي بقدر احدد الوظائف دي كلها عن طريق البرمجه. يبقى المايكرو كنترولر انا اللي بتحكم فيه عن طريق البرمجه واحط له الوظائف اللي انا عايزها. طب احنا مثلا لو انت جيت بصيت مثلا على الريموت كنترول بتاع التلفزيون، ليه انت لما تضغط يمين بيعلي الصوت مثلا، تضغط فوق يغير القناه؟ الكلام ده كله بيعمله ازاي؟ المايكرو كنترولر. تمام، المايكرو كنترولر يعتبر هو فوره العلم الحديث او التكنولوجيا الحديثه كلها. تمام، طيب الاردوينو بقى بتسهل لي عمليه التحكم فيه. تمام، يبقى احنا عرفنا ايه هو المايكرو كنترولر، ممكن يبقى له اكتر من 50,000 وظيفه، بس الكلام ده كله انا بتحكم فيه عن طريق البرمجه. تمام تمام. المايكرو كنترولر اللي انتم شايفينه قدامكم ده من جوه عباره عن ميني كمبيوتر، عباره عن بي سي صغير كده. طيب ازاي يعني؟ مش فاهم. جوه المايكرو كنترولر اللي انت شايفه قدامك ده جواه وحده معالجه بروسيسور، وجواه وحده ذاكره عشوائيه رام، وجواه ذاكره من النوع روم، وبالاضافه لذلك عنده هارد. تمام، الهارد اللي انا ببدا ارفع عليه البرنامج بتاعي. تمام، طبعا انا بعمل ابلود للبرنامج اللي انا ببرمجه. طيب بيتحفظ فين؟ على وحده التخزين اللي موجوده جوه المايكرو كنترولر. طيب تمام. طيب الانبوتس والاوتبوتس بتاعه المايكرو كنترولر دي فين؟ ابدا اقول لك الانبوتس والاوتبوتس عن طريق البينز، عن طريق الرجول اللي انت شايفها قدامك دي. الرجل دي بتستخدم ان هي بتدخل الاشارات الكهربائيه وبتخرج الاشارات الكهربائيه. طيب ليه هو سمي بالمايكرو كنترولر؟ عايزين نعرف برضو ايه الهدف من تسميته مايكرو كنترولر.
طبعا ايه وظيفة المايكرو كنترولر؟ احنا قلنا ممكن يبقى له اكتر من 1000 وظيفة، بس في الاول وفي الاخر هو بيعمل ايه؟ كنترول للدايرة بتاعتي كلها، هو اللي بيتحكم لي في الدايرة بتاعتي كلها، هو بمثابة العقل المدبر للدايرة كلها. تمام، يبقى المايكرو كنترولر وظيفته الاساسية هي ايه؟ الكنترول طبعا. طيب سمي ليه بقى بالمايكرو؟ احنا عارفين المايكرو اللي هو 10^6. تمام، الـ10^6 معناها حاجة صغيرة. تمام، تخيل المايكرو كنترولر ده يتحكم في جهاز مثلا زي الكمبيوتر، مثلا يتحكم في روبوتس كامل، يتحكم في غواصة، انت بتعمل الغواصة مثلا زي الناس اللي بتخش مشاريع الار او في، المايكرو كنترولر اللي بيتحكم فيها، المايكرويف اللي بيتحكم فيه مايكرو كنترولر، التلفزيون اللي بيتحكم فيه مايكرو كنترولر، كل الكلام ده بيتحكم فيه قطعة زي ما انت شايف صغيرة جدا 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 بالنسبة لوظائفها الهائلة، عشان كده سمي ايه بالمايكرو. يبقى احنا كده عرفنا ليه سميها بالمايكرو كنترولر. تمام، في ميزة جامدة جدا او ميزة ملهاش حل جوه المايكرو كنترولر. ايه هي؟ انا دلوقتي لما بعمل دايرة او بعمل ديزاين وعايز اعدل فيها، كنا في الاول ايه؟ بنضطر نفك اللحام ونقطع ونعمل كلام كتير. لا، المايكرو كنترولر مجرد ان انت بتشيله من البوردة وتبدأ تحرق عليه وتغير البرنامج بتاعك بمنتهى السهولة. عايز تغير البرنامج كله مفيش اي مشكلة. تمام، يبقى كده احنا عرفنا ايه هو المايكرو كنترولر وايه فايدته. تمام، نبدأ نرجع لايه؟ لموضوعنا الاساسي اللي هو ايه؟ الاردوينو. ايه هو الاردوينو؟ قلنا تاني هي بوردة او لوحة الكترونية بتسهل لي عملية التحكم في ايه؟ في المايكرو كنترولر اللي قدامي. طيب ايه فايدة الاردوينو، او ليه انا استخدم الاردوينو يعني في البرمجة، ما استخدم مايكرو كنترولر اسهل، او يعني انا مش مجبر ان انا اشتريها. مايكرو كنترولر الاردوينو حلاوته ان هو اوبن سورس في السوفت وير واوبن سورس في الهاردوير. طبعا احنا عارفين دلوقتي ان ثورة العلم كله، ثورة التكنولوجيا اللي موجودة عندنا دلوقتي كلها هي الاوبن سورس. تمام، طيب دلوقتي الاردوينو اوبن سورس بتقول لي في السوفت وير والهاردوير، طب ازاي؟ نبدأ نحللها واحدة واحدة. اوبن سورس في السوفت وير اولا، ليه بقى؟ احنا دلوقتي طبعا عارفين ان احنا بنبرمج المايكرو كنترولر، وكنا بنبرمجه بلغة السي. تمام، مثلا بيك والكلام ده. لا، في الاردوينو انا ببدأ ابرمج المايكرو كنترولر بتاعي ببيئة تطبيقية خاصة بيها اسمها اردوينو اي دي اي. تمام، يبقى البيئة التطبيقية الخاصة بالاردوينو اللي انا ببدأ ابرمج بيها اللي هي ايه؟ اردوينو اي دي اي. تمام، الاردوينو اي دي اي اوبن سورس. ليه بقى؟ ان انا ممكن انزل السورس كود بتاعي وابدا اظبط انا واعمل كومبايلر واعمل بيئة تطبيقية خاصة بيا. تمام، يعني انا ممكن اعمل انزل انا السورس، وانا لو مبرمج وشاطر ابدا اعمل انا بيئة تطبيقية ليا، وهي على فكرة مشتقة من لغة السي بلس بلس، فهي سهلة جدا يعني من اسهل لغات البرمجة السي بلس بلس، انت ممكن تعدل عليها في ثانية. تمام، طيب نرجع لموضوع الاوبن سورس في الهاردوير. ليه اوبن سورس في الهاردوير؟ انتوا عارفين طبعا الدوره المطبوعه لما بنيجي نعملها بننزل ايه؟ بننزل الداتا شيت وبنعمل اللاي اوت ونبدا ايه؟ نحمض البورده بتاعتنا. كذلك المايكرو الاردوينو بيبدا يديني على الموقع الرسمي بتاعي، بيبدا يديني الداتا شيت واللاي اوت، وانا ببدا انزل الكلام ده كله وابدا انزل الكومبوننت اللي هو حاططها لي، وابدا انا اعملها على دايره مطبوعه. تمام، يعني من ضمن المشاريع اللي ان شاء الله احنا هنشتغل عليها قدام ان احنا نعمل اردوينو ميجا باذن الله. تمام، كده احنا اتكلمنا ايه عن الاردوينو. طيب احنا ازاي نقدر ننزل البيئه التطبيقيه وايه النوع اللي احنا هنشتغل عليه؟ هنبدا نروح لموقع اردوينو اللي هو اردوينو زي ما انتم شايفين كده، اردوينو دوت سي سي. تمام، هنبدا نبص على الاردوينو، ادي هوم وادي باي. انت ممكن تشتري الاردوينو عن طريق ايه؟ عن طريق الموقع الرسمي، او ممكن تشتريه من امازون. تمام، موقع امازون ويبعتها لك على البيت، او ممكن تشتريها من محل الرام للالكترونيات، يعني انت ممكن تروح لرام للالكترونيات تشتريها منه، او تشتريها من خيلي، والكلام ده كله موجود في مصر في شارع باب اللوق. تمام، طيب عندك داونلود اللي هنبدا نتكلم عنها قدام شويه، اللي انا ببدا انزل منها البيئه التطبيقيه اللي انا هشتغل عليها. دي برودكتس، دي البرودكتس اللي عندي، المنتجات بتاعه اردوينو. نبدا نبص عليها زي ما انتم شايفين كده، متقسمين بورتس وشيلدز وكيتس. تمام، ايه هو البورتس؟ البورتس اللي هي البورد بتاعه ايه؟ الاردوينو، او اللوحات وانواع اللوحات. تمام، طب الشيلدز اللي هي ايه؟ الملحقات. تمام، ملحقات انا بركبها للاردوينو بتسهل لي ايه؟ العمليه، زي ما انتم شايفين في جي اس ام وفي واي فاي واكتر من حاجه. تمام،
تمام. الكيتس دي عبارة عن ايه؟ مجموعة من الملحقات، الاردوينو معاها شيلد معاها بريد بورد، الكلام ده كله تمام. يعني كيتس هي مجموعة من الملحقات تمام. زي ما انتم شايفين انواع الاردوينو كتير جدا، احنا هنشتغل على ايه؟ اردوينو اونو، وده اكتر حاجة مستخدمة حاليا. هنبدأ نخش على الاردوينو اونو ونبدأ نشرحها بالتفصيل تمام. زي ما انتم شايفين ادي شكل ايه الاردوينو اونو بتاعتي تمام. تمام زي ما انتم ملاحظين كده، من 0 لغايه 13 معمول شرطه جنبهم وديجيتال، يبقى انا عندي من 0 ل 13 14 مدخل ديجيتال تمام. تمام طيب لو بصينا كده جنب الثلاثه في علامه، والخمسه والسته والتسعه والعشره وال11، ايه العلامه دي؟ دي علامه بين قوسين زي ما انتم شايفين كده جنب الديجيتال، بي دبليو ام، بالس ويتس ميديوليشن. طب ايه فايده البالس ويتس ميديوليشن؟ ليها تطبيقات كتير جدا وهنتكلم عنها قدام. هقول لك تطبيق منهم، ان انا ممكن اتحكم في الفريكوانسي بتاع اسمه ايه ده موتور، ان انا ممكن اتحكم في الريت بتاعه يشتغل بريت معين، الكلام ده كله عن طريق ايه؟ البالس ويتس ميديوليشن. وبنبدا نتحكم في موتور سيرفو والكلام ده هناخدها ان شاء الله قدام. ده زرار الريست بتاعي تمام. ده عندي المدخل اللي انا ببدا ادخل فيه كابل اليو اس بي بتاعي، وابدا اوصله بالكمبيوتر عشان اعمل ابلود للبرنامج، وببدا برضو اعتبره مصدر للطاقه، يعني هو بيعتبر مصدر للطاقه وكذلك يعمل ابلود. هنا بقى لو انا عايز اوصل ادابتر مصدر تيار خارجي تمام. عندنا هنا المداخل من 0 اي ل اي 5 اللي هي ايه؟ انالوج بينز تمام. عندنا هنا مداخل الباور الفي ان والجراوند وال5 فولت وال3 و3 من 10 فولت تمام. زي ما انتم شايفين ادي المايكرو كنترولر اللي انا ببدا اتحكم فيه، ده من شركه اتمل تمام، وهو اي تي ميجا 300 ايه 328 تمام. تمام طيب نبدا نشوف السمري ونشوف ايه الخصائص بتاعت البورده بتاعتنا تمام. المايكرو كنترولر اللي انا شغال عليه هو اي تي ميجا 328 زي ما اتفقنا. عندنا الاوبريتنج فولتج 5 فولت تمام. عندنا الانبوت فولتج من 7 ل 12، وركز معايا في الرقم ده. عندنا الانبوت فولتج ليميتس، الليميتس يعني بيحدد لي المينيمم والماكسيمم، المينيمم بتاعي 6 والماكسيمم بتاعي 20. طيب يعني ايه بقى الاعتيادي بتاعي من 7 ل 12 وعندي المينيمم 6 والماكسيمم 20 تمام؟ في فرق كبير شويه نوعا ما. طيب نبدا ايه نتكلم ايه واحده واحده. انا دلوقتي لو وصلت اقل من 7، يعني وصلت 6 وصلت 5 تمام. تمام احنا متفقين ان الاوبريتنج فولتج 5 فولت تمام، ان في بالنهايه هتطلع لي 5 فولت تمام. انا دلوقتي لو وصلت له مثلا 6، ممكن البين المتحكمه في ال 5 فولت اللي هي بتطلع لي ال 5 فولت ما تقدرش تامن خروج ال 5 فولت ده لو انا وصلت 6 فولت بس تمام. ده هيؤدي الى ايه؟ عدم استقرار الدايره تمام. يبقى احنا عرفنا ليه ما نستخدمش اقل من ايه؟ من 7. طيب انا لو استخدمت فوق ال 12 ايه اللي يحصل؟ احنا طبعا عارفين ان احنا عندنا اللي بينظم الجهد اللي هو الفولتج ريجوليتور تمام، اللي هو عنصر منظم الجهد، ده اللي بينظم الجهد. انا لو وصلت له اكتر من 12 فولت بيبدا عندي يحصل ارتفاع في درجه الحراره، هو بترتفع درجه حرارته، هيؤدي الى ذلك الى ايه؟ الى تلف الدايره تمام. لذلك احنا دايما بنشتغل من ايه؟ من 7 ل 12 تمام. تمام طب لو جينا بصينا على الديجيتال بينز، احنا اتفقنا ان هم 14 من 0 ل 13، وعندنا 6 منهم بالس ويتس ميديوليشن، وعندنا الانالوج بينز 6 تمام اللي هو من A0 ل A5 تمام. الدي سي كارنت عندنا 40 ملي امبير، وعندنا الدي سي كارنت بالنسبه لل 3 و3 من 10 فولت 50 ملي امبير. نبدا عندنا الفلاش ميموري 32 كيلو. ايه هو الفلاش ميموري؟ الفلاش ميموري ده هو بمثابه الهارد، يعني ده الذاكره اللي بتخزن عليها ايه؟ البرنامج بتاعي تمام. يبقى ده البرنامج، انا بعمل البرنامج وابدا اعمل ابلود على ايه؟ الفلاش ميموري. طيب عندنا الاس رام اللي هي الذاكره العشوائيه. ايه هي الذاكره العشوائيه؟ يعني مثلا انت دلوقتي كتبت على ملف وورد تمام، بيبقى متسيف قدامك وظاهر، بس لو شلت الفيشه من غير لما تعمل كنترول اس او تعمل سيف اللي بيحصل بيطير تمام. دي هي الاس رام، هي بتعمل ذاكره عشوائيه لحفظ المتغيرات، تعمل قيمه المتغيرات بتحفظها عندها في ذاكره عشوائيه تمام. طيب انا لو شلت الفيشه الذاكره العشوائيه دي بتطير. طب انا بحفظ المتغيرات ازاي؟ عن طريق ذاكره اضافيه اسمها ايه؟ اي اي بي روم تمام. زي ما انتم شايفين 1 كيلو. طيب نبدا نبص على الكلوك سبيد. الكلوك سبيد اللي هو ايه؟ سرعه المعالج بتاعي هتلاقيها 16 ميجا هرتز تمام. كده احنا خدنا ايه السمري بتاعنا كله واتكلمنا عنه تمام. نبدا نروح لداونلود،
ونبدأ نشوف ايه الاردوينو اي دي اي ده البيئة التطبيقية اللي احنا بنشتغل عليها، وتبدأ تحدد الاوبريتنج سيستم بتاعك لو انت هتشتغل على ويندوز او هتشتغل على ماك او شغال على لينكس، ممكن تنزل السورس على طول وتعمل ايه انت كومبايلر خاص بيك. تمام تمام وطبعا الناس المبرمجين اللي بتحب الحاجات دي يتابعوها بقى ويشوفوا الكلام ده. تمام تمام طب دلوقتي احنا عايزين بقى نتفق على اتفاق ان انا هبدأ اشتغل اي بروجكت، هبدأ اشتغله هشتغله على مرحلتين. اول مرحله هشتغل على برنامج بروتوس. وايه برنامج بروتوس؟ هو برنامج لمحاكاه الدوائر الالكترونيه. تمام ادي شكل برنامج بروتوس. طيب ايه فايده برنامج بروتوس، او انا بستخدم برنامج بروتوس ليه؟ برنامج بروتوس ده بيعمل لي محاكاه للدوائر الالكترونيه. طب يعني ايه محاكاه للدوائر الالكترونيه؟ يعني ببدا اطبق الدايره بتاعتي وابدا اوصلها على برنامج بروتوس، بعد كده ببدا اعملها ايه على البورده بتاعتي، اشوف لو هي والله تمام ما فيهاش اي مشكله قبل ما الحم وقبل ما اعمل اي حاجه خلاص ببدا اشتغل عليها. في اي غلط عندي في الكود قبل ما اعمل ابلود والكلام ده، كل ده بيبان على ايه؟ برنامج بروتوس. تمام تمام طيب هنبدا نشتغل على برنامج بروتوس اولا، ثم نشتغل الى جزء ايه؟ هاردوير. تمام تمام قبل ما نشتغل على برنامج بروتوس احب اضيف اعلمكم ازاي تضيف مكتبه الاردوينو على برنامج بروتوس. بتبدا تاخد الملفين دول، وانا عامل لكم رفعت الملفات دي على الجروب ورفعتها على الموقع، ولو حد بيتابعني مثلا وهو مش في الدوره هيلاقيني حاطط الديسكريبشن بتاعي، في الديسكريبشن بتاع الفيديو هيلاقي ايه لينك التحميل. ببدا اعمل لهم كوبي وببدا اروح للسي بتاعي. تمام زي ما انتم شايفين كده ببدا اروح لبروجرام فايلز، ببدا اروح لحاجه اسمها لاب سنتر الكترونكس. تمام بعد كده بروتوس 7 بروفيشنال، انا شغال على نسخه 7.7، في ناس شغاله على 7.8 ما فيش اي مشاكل، المهم انت تبقى شغال على اصدار ستيبل، ما تشتغلش على اي اصدار بيتا. تمام اصدار ستيبل. بعد كده ببدا اروح للايبراري وببدا اعمل كنترول في او بيست. تمام انا طبعا مسيفهم قبل كده فهعمل كانسل، طبعا انت لازم تنسخهم هنا عشان تبدا تظهر عندك البروتوس مكتبه ايه الاردوينو. تمام تمام طبعا برنامج البروتوس انا هشرحه مش بالتفصيل، بس وانا شغال هبدا اشرح ايه التولز اللي انا بشتغل عليها واحده واحده. تمام فياريت يعني اللي ما عندوش خبره فيه يبدا يتابع معايا ايه كويس. تمام تمام احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه او هنعمل بروجكت عن ايه؟ دلوقتي انا لو جبت ليد او لمبه تمام ووصلتها بالكهرباء او وصلت لها مصدر تيار كهربي، ايه اللي بيحصل؟ بتبدا تنور. طب انا عايز اعمل كنترولنج على الليد دي. يعني ايه كنترولنج على الليد دي؟ يعني انا عايز الليد دي تنور كل ثانيه، تنور كل 10 ثواني، تنور كل 20 ثانيه وتطفي. مثلا عندي اكتر من ليد، عايز الليد الاولى تنور، بعد كده الثانيه، الثالثه، الرابعه، بعد كده يطفوا من الاخر للاول ويبدا ينوروا مع بعض تاني. الكلام ده كله اقدر اتحكم فيه ازاي؟ عن طريق الايه؟ المايكرو كنترولر بتاعي، وعن طريق ايه؟ البورده بتاعتنا اللي احنا هنشتغل عليها طول الدوره باذن الله، اللي هي اردوين اونو. تمام زي ما انتم شايفين اول حاجه، زي ما انتم شايفين حرف البي ده اللي هو بيك، هنبدا نعمل بيك للديفايس بتاعنا اللي احنا هنبدا نضيفه. هنبدا نقول مثلا اول حاجه اردوينو، زي ما انتم شايفين كده ادي اردوينو اونو اللي احنا شغالين عليها. نبدا نعمل اوكي. تمام تمام دي روتيت، بنبدا نغير في شكل البتاع زي ما انتم شايفين كده هنا، بنبدا نغير في شكلها بحيث ان احنا نحاول ننزلها سليمه زي ما انتم شايفين كده. بنعمل زوم ان وزوم اوت بالبكره بتاعه الماوس. تمام او ممكن من هنا زوم ان وزوم اوت. بنبدا نتحكم في الاريا اللي احنا بنشتغل عليها عن طريق الشمال زي ما انتم شايفين كده اهو، تروح هنا وتبدا تتحكم، تضغط على كليك وتدوس على كليك وتسيبها. تمام تمام طيب نبدا دلوقتي نضيف بقيه الكومبوننت عندي. دلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ اتحكم في ليد. تمام تمام هبدا اعمل باك وابدا اقول له مثلا انا هعمل ريد ليد، عايز ليد لونها احمر. تمام ادي الريد ليد اهو، انت تختار بقى الالوان اللي عندك، في الوان كتير جدا، يعني انت عايز بلو تختار بلو، انا عامل الريد بس عشان ايه تبقى باينه اكتر. تمام تمام ببدا اضيف الريد ليد بتاعتي هنا. تمام طيب انا لو وصلت الكلام ده على طول ممكن الليد تتحرق يخش عندها فولت زياده، فاحنا بنتجنب الكلام ده ازاي؟ عن طريق ايه؟ المقاومه. هبدا اعمل له باك للمقاومه، هنقول له مثلا هناخد مقاومه مثلا 220 اوم اهو، 220 اوم ريزيستنس. تمام ونبدا نظبط المكان بتاعها، نضيفها اهو، نبدا نوصل الكلام ده كله. طيب والطرف التاني ده وصله فين؟ هتوصله في الجراوند. تمام هتبدا تروح للتيرمينال ده، تختار الجراوند، تبدا تضيف الجراوند زي ما انت شايف كده بس كده. تمام تمام يبقى احنا كده خلصنا الدايره بتاعتنا، فضل ان انا اعمل ايه؟ ابلود للبرنامج. هنبدا دلوقتي نشتغل الجزء البرمجي. تمام تمام بعد ما انا بنزل برنامج الاردوينو ببدا اخش عليه زي ما انتم شايفين كده اردوينو،
ببدأ أفتح برنامج الأردوينو من هنا. أهو ده برنامج الأردوينو بتاعنا اللي أنا هبدأ أكتب عليه وأبدأ أشتغل عليه الأكواد بتاعتي. تمام. طيب عايزين نتفق على اتفاق، الزرار ده بيعمل فيرتيفاي، لو عندي أي ايرور بتبدأ تبان الايرور بتاعتي هنا، لو عندي خلاص تمام بيقول لي دان. تمام. ده بيعمل أبلود، ده بيعمل نيو شيت، عامل شيت جديد. ده لو انا عايز اعمل اوبن لبروجكت انا كنت عامله قبل كده او مسيبه عندي، ده بعمل سيف. تمام. تمام. اول حاجه بنخش عليها التولز، بعد كده ببدا اختار البورد اللي انا بشتغل عليها اللي هي اردوينو اونو. تمام. وبالنسبه للجزء الهاردوير، اول ما انا بوصل البتاع هتبداوا تشوفوا ان شاء الله لما انقل لجزء الهاردوير هشرح لكم ايه الكلام ده. تمام. تمام. طيب نبدا دلوقتي ايه مشروع البرمجه. تمام. اول حاجه عندنا لازم نعرف ان احنا هنشتغل على ثلاث محاور او ثلاث نقاط اساسيه. ايه هم النقاط الاساسيه دي؟ اول حاجه بنبدا نعمل تعريف للمتغيرات والثوابت اللي انا هشتغل عليها. تمام. يبقى اول حاجه بنعملها ايه؟ تعريف المتغيرات والثوابت. يعني ايه بتعرف المتغيرات والثوابت؟ يعني ببدا اقول له ايه اللي موجود عندي في الدايره. انا مثلا عندي دلوقتي ليد، الليد دي ايه؟ ثابته. فهبدا اقول له عندك كونستنت ان الليد بتساوي مثلا الرجل اللي انا موصلها بيها، وليكن هنا انا موصل الليد بتاعتي بايه؟ برقم 13. هبدا اقول له ايه الليد عندي بتساوي 13. وببدا بعد كده تاني حاجه ببدا احدد له الانبوتس والاوتبوتس. يعني ايه ببدا احدد له الانبوتس والاوتبوتس؟ الانبوتس والاوتبوتس يعني ابدا اقول له الليد دي انبوت ولا اوتبوت. لو انا عندي اوتبوت هقول له الليد اوتبوت، طبعا الليد اوتبوت. تمام. انا لو عندي بوش بوتن مثلا ده انبوت، هبدا اقول له ده ايه انبوت. دي تاني خطوه. تالت خطوه كتابه الكود او كتابه ايه الشفره البرمجيه اللي انا عايزها تحصل. تمام. وبتتكتب دايما في ايه لوب، في انفينيتي لوب، عشان ايه تفضل موجوده. تمام. تمام. طيب نبدا. بسم الله. اول حاجه عندنا هنبدا نعرف الليد. تمام. طيب هبدا اقول له انت. انت يعني ايه؟ يعني انتجر. تمام. يعني انتجر الليد ايكوال 13، وابدا اعمل سيمي كولون. سيمي كولون اللي هي فاصله وفيها نقطه، اللي هي حرف الكاف باللغه الايه الانجليزيه. تمام. تمام. بدات اقول له ايه انا عندك ليد، عندك ليد دلوقتي ايكوال كام؟ 13. تمام. تمام. نبدا دلوقتي نعرف ايه؟ نعرف المتغيرات والثوابت. كده احنا خلصنا منها، نعرف المداخل والمخارج. يبقى اول ما بدخل على مرحله المداخل والمخارج لازم تعرف حاجه مهمه جدا، ان انت اول ما بتدخل على المرحله دي بتكتب له فويد سيت اب على طول كده من غير تفاهم، تبدا تقوم جاي رايح له. بعد ما تعرف الثوابت اللي احنا اتكلمنا عنها والمتغيرات والثوابت نبدا نعرف له المداخل والمخارج. هتبدا تقول له void space set up، تفتح قوسين تفتح قوسين مع قوسين. تمام. دي خطوه بتعملها اول ما تبدا تنتقل للمرحله الثانيه اللي هي بتعرف ايه المداخل والمخارج. تمام. هنبدا نكتب دلوقتي المداخل والمخارج. طيب انا ازاي ببدا اعرف البرنامج بتاعي ان ده مدخل او ده مخرج؟ يعني اللي دلوقتي عندنا ايه مخرج. تمام. يعني اوتبوت. تمام. ببدا اكتب له حاجه اسمها بين مود زي ما انتم شايفين كده. خلي بالك حاجة مهمة جدا، ان الام بتتكتب كابيتال. تمام. ان الام بتتكتب ايه كابيتال. يبقى الخطوة دي لازم ناخد بالنا منها كويس. وببدا افتح قوسين. تمام. وببدا اعمل ايه السيمي كولون اللي احنا اتفقنا عليها في نهاية كل امر برمجي لازم تعمل ايه سيمي كولون. تمام. تمام. هبدا اروح اقول له مثلا دلوقتي انا عندي الليد، ابدا اقول له الليد او ممكن اقول له رقم 13 اللي احنا عرفنا ان الليد ان هي بتساوي ايه 13. يبقى لو قلت له الليد او 13 مفيش مشاكل. تمام. تمام. بعد كده نعمل فاصله، وبعد كده نبدا نقول له الستيت بتاعت الحاله بتاعت الليد دي ايه، يا اما هي اوتبوت يا اما هي انبوت. تمام. وخلي بالك من حاجه مهمه برضو، ان الاوتبوت والانبوت بتكتبهم كلهم حروف كابيتال. تمام. اما في بين مود بنكتب بس حرف الام هو ايه اللي كابيتال. تمام. هبدا اقول له والله الليد دي اوتبوت، ابدا اقول له اوتبوت زي ما انتم شايفين كده، حتى لونها ايه مختلف شويه. تمام. تمام. طب نيجي ننقل ايه للمرحله الثالثه. طبعا احنا ما عندناش ايه اي حاجه ثانيه اوتبوت او انبوت ثاني، احنا عندنا بس مجرد ايه الليد. تمام. ننقل للمرحله اللي بعد كده اللي هي كتابه الكود. كتابه الكود على طول من غير تفكير برضو، بدل ما بنكتب void setup بنكتب حاجه اسمها void loop. void loop وببدا افتح قوسين بعد كده ايه قوسين مع قوسين. خلي بالك من الطريقه دي عشان الطريقه دي مهمه جدا جدا، دي اساسيات. بتبدا تكتب void setup بعد كده تكتب void loop، اول ما تخش البرنامج تكتب المتغيرات والثوابت بتاعتك، بعد كده تخش تكتب void setup وvoid loop. تبدا تحدد في void setup تكتب البين مود، عندك الليد هتشغلها اوتبوت يبقى تكتب اوتبوت، عندك مثلا بوتوم هتقول له بوتوم وهتكتبه ايه انبوت.
تمام. الفويد لوب بنعمل ايه؟ بنبدا نعرف البرنامج بتاعي، ابدا اعرف عليه ان الليد دي هيحصل لها ايه لما يوصل بالكهرباء، او انا اعمل لها دلوقتي كنترولنج، تمام. طب انا بخليها تنور ازاي، او بعمل لها كنترولنج ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها ديجيتال رايت. ببدا اقول له ديجيتال، وخلي بالك برضو الدبليو كابيتال رايت، ببدا اقول له ديجيتال رايت، وافتح قوسين واعمل ايه سيمي كولون، وابدا اخش جوه واعمل الكوما، وببدا احدد المتغير بتاعي اللي هو الليد، وابدا اكتب الستيت بتاعتي. الستيت بتاعتي بقى في الديجيتال رايت عندي اتنين ستيتس، عندي الهاي وعندي اللو. الهاي دي اللي بتعمل لنا ايه؟ بتشغل لنا الليد، تمام، او بتدي بتخلي الدايره بتاعتي تقرا رقم واحد. طبعا احنا عارفين ان الدوائر شغاله بالباينري، شغاله ب 0 1، هاي بمثابه 1، تمام. انت بتديها 1 عشان ايه؟ تنور. اما بتديها لو يعني ايه؟ بتخليها تطفي، تمام. فاحنا دلوقتي عايزينها ايه؟ تنور. فنبدا نقول له هاي، تمام. طيب انا بقى ببدا اعمل ايه عشان اتاكد الكود بتاعي ده تمام ما فيهوش اي مشاكل؟ ببدا اعمل فيرتيفاي، والله اهو بيعمل فيرتيفاي، تمام، مفيش اي مشكله، خلاص قال لي تمام باينري سكتش سايز كذا. طيب انا ببدا اخد البرنامج ده ازاي؟ انا دلوقتي هخلي الليت بس مجرد ان هي تشتغل. طيب هبدا اخد البرنامج بتاعي ده ازاي، او اجيبه ازاي؟ ببدا اخش على الكمبيوتر بتاعي، ببدا اخش على الديسكتوب مثلا، ببدا اخش على البروفايل بتاعك، بعد كده بنروح لاب داتا زي ما انتم شايفين كده، اب داتا، وده طبعا بتعمل فيو اهو زي ما انتم شايفين، ادا ويندوز 8 بعمل هيدن ايتمز، بعمل لها فيو. بعد كده ابدا اروح للوكال، بعد كده اروح لملف تيمب، بعد كده بروح للسيرش، صغر لكم المكان عشان تشوف السيرش بتاعي اهو، ببدا اكتب دوت هيكس، تمام. ادي دوت هيكس ده البرنامج اللي انا عملته دلوقتي، بيبقى بالتاريخ والوقت اللي انت عامل له فيرتيفاي اهو. نبدا نعمل كنترول سي، نبدا دلوقتي ايه نعمل كنترول في وليكن على الديسكتوب، تمام. انا عملت له كنترول في على الديسكتوب. ابدا اروح لبرنامج بروتوس واعمل ابلود للملف بتاعي اهو، بروجرام فايل، تبدا تعمل براوز. احنا مسيفين الملف على الديسكتوب اهو، الملف بتاعي، ببدا اعمل له اوكي. ببدا دلوقتي اعمل له رن من زرار بلاي ده زي ما انتم شايفين كده، شايفين الليد بتاعتي ايه؟ اشتغلت. ببدا اعمل ستوب مره تانية، تمام. تمام كده احنا ما عنديش مشكله في الكود، تمام. ابدا دلوقتي اعمل ايه؟ ابدا اتحكم في ايه؟ في الليد بتاعتي. مثلا احنا هنشغلها كل ثانيتين، تمام، يعني نخليها تطفي ثانيه وتشتغل ثانيه، عايزها ثانيه ثانيتين براحتك، الكلام ده كله بتاعك، تمام. دلوقتي الليد اشتغلت، انا عايزها تتاخر ثانيه، يحصل لها ديلاي 1 سكند، يعني تشتغل لمده ثانيه بعد كده تطفي، او تشتغل لمده ثانيتين بعد كده تطفي. فهبدا اعمل ايه؟ هبدا اكتب له حاجه اسمها ديلاي، تمام، وافتح قوسين واعمل سيمي كولون، تمام. جوه الديلاي ده ببدا اكتب بالملي سكند، تمام، يعني انا لو عايز اكتب ثانيتين هكتب 2000، تمام، جوه ايه اهو زي ما انتم شايفين كده، تمام. تمام دلوقتي هقول له خلاص، والله انت دلوقتي الليد هتشتغل لمده ثانيتين، بعد كده ايه اللي يحصل؟ ديجيتال، نبدا نكتب تاني ديجيتال رايت، واحنا اتفقنا ان الدبليو بتتكتب ايه؟ كابيتال. طيب انتوا شايفين الديجيتال؟ ايه المشكله؟ ان احنا السين حرف اي، ديجيتال رايت، تمام. نبدا نفتح القوسين بتوعنا، وابدا اقول له الليد، بس الليد المره دي انا هشغلها ايه؟ لو، تمام، ان هي تطفي تقرا زيرو، تمام. بعد كده ابدا اقول له ديلاي، وابدا افتح القوسين تاني، وابدا اقول له والله انت هتقف عندي قد ايه؟ ثانيتين، تمام. تمام يبقى انا دلوقتي هبدا اشغل الليد بتاعتي، بعد كده تقف لمده ثانيتين، بعد كده تطفي لمده ثانيتين، وترجع تشتغل تاني في انفينيتي لوب، تمام. يبقى الفويد لوب، عايزين نتفق ان الفويد لوب بيخلي الكود بتاعي يشتغل في ايه؟ في انفينيتي لوب، تمام. تمام اعمل فيرتيفاي وابدا اشوف الكلام ده، والله ما فيش مشاكل. هبدا اروح للملف بتاعي والريزلت، اعمل ريفرش اهو، الملف بتاعي اتغير، ادي كنترول سي، ببدا اروح اعمل له كنترول في اهو، اعمل له ريبليس، ابدا اروح لبرنامج بروتس، تمام، ابدا احدد له مكان اهو، نبدا نعمل له اوكي، نبدا ايه نعمل رن للبرنامج بتاعي زي ما انتم شايفين اهو، نورت، طفت بعد ثانيتين، نورت، قعدت ثانيتين اهي، طفت مره تانية، تمام. تمام انتوا المطلوب منكم ان انت يا باشا انت وهو هتبدا تعمل لي تحكم في 4 ليدات، تخلي ليد 1 تنور، ليد 2 تنور، ليد 3 تنور، ليد 4 تنور، بعد كده تطفي من اول 4 لغايه 1، يعني هتمشيها من 1 لغايه 4، بعد كده تطفي من 4 ل 1، تمام. ده المطلوب عليكم، والناس تعمل المشروع ده، تبدا ترفعه لي على جروب
باسمها او ترفعه على الويب سايت طبعا يفضل عشان ابدا اتابع معاكم بشكل اكبر. يرفع لي مثلا لو هيرفع ببرنامج بروتس تمام، لو هيعمل فيديو هيرفع البروجكت كله، دي حاجه ترجع لكم. الناس اللي هتقدر تشتغل هاردوير يتابع معايا الجزء اللي جاي ويشتغل معايا هاردوير، بعد كده لو عايز اصور الكلام ده ويبعته لي مفيش اي مشاكل. تمام، اشوفكم بقى في الجزء الهاردوير. هنبدا نشتغل دلوقتي ايه الدايره بتاعتي دي هاردوير، وازاي بعرف الاردوينو دي على الجهاز بتاعي، وازاي ببدا اشتغل. تمام، انا وصلت الاردوينو بتاعتي بالكمبيوتر. تمام، ببدا اخش على كليك يمين زي ما انتم شايفين كده، ديفايس مانجر زي ما انتم شايفين كده. طبعا انت مش هتبان عندي هنا عشان انا طبعا معرفه قبل كده، فبيبدا الفكره اللي انا عايز افهمها لك مثلا ان هو بيظهر لك علامه استفهام هنا مثلا ان الكلام ده مش متسطب. اهي دي البورت عندي، دي الاردوينو، اهي البورت كوم، انا متسطب عندي زي الفل. انا ببدا اعمل ايه لو انا مش عندي البراوز؟ ببدا اعمل له مثلا ايه ابديت للدرايف، ببدا اقول له براوز، ببدا احدد زي ما انتم شايفين اهو، ببدا اروح لملف الاردوينو بتاعي اهو زي ما انتم شايفين كده، ببدا اخش عليه واقول له اوكي، وبعد كده اعمل نيكست وهو يعمل ايه ابديت ويبدا يعرف الاردوينو بتاعتي على الجهاز بتاعي. تمام، زي ما انتم شايفين انا معرفه وظاهر عندي الكوم 3 والكوم 1. تمام، هنبدا نروح للبرنامج بتاعي وهنخش على التولز البورتس، احنا شغالين على الاردوينو اونو. السيريال بورت لازم تخليه كوم 3 او انت تشوف عندك كوم ايه، تمام، اهم حاجه تبقى كوم 3، وهتلاقي اردوينو اونو اون كوم 3 زي ما انتم شايفين تحت كده. تمام، نبدا دلوقتي ايه نشتغل عملي ونعمل ابلود للبرنامج بتاعنا. احنا اتفقنا ان احنا هنعمل ابلود من هنا. تمام، فانا هبدا اعمل ابلود زي ما انتم شايفين كده، انا عملت ابلودنج، بيعمل ابلودنج دان ابلودنج. تمام كده، انا رفعت البرنامج بتاعي ايه على الاردوينو بتاعتي. تمام، نبدا نشتغل عملي ونشوف الدايره بتاعتنا هيبقى عامله ازاي. تمام، هنبدا نشتغل عملي. ده البورت بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، دي الاردوينو بتاعتي زي ما انتم شايفين، ادي المداخل الديجيتال اللي احنا اتفقنا عليهم من 0 لغايه 13 زي ما انتم شايفين كده، وعندي ال 3 وال 5 وال 6 وال 9 وال 10 وال 11 مكتوب بين قوسين بالس ويدث ميديوليشن. تمام، دي مداخل الديجيتال الانالوج، دي مداخل الباور، ده المايكرو كنترولر اللي انا ببدا اتحكم فيه. تمام، ببدا اشتغل على بريد بورد. ليه بشتغل على بريد بورد؟ طبعا انا عشان ابدا اجرب عليها الدايره بتاعت الاول، تمام، ما فيهاش اي مشاكل وشغاله زي الفل، ابدا اشتغل على ايه؟ اشتغل على دايره مطبوعه لو انا هعمل دايره مطبوعه. تمام، البريد بورد زي ما انتم شايفين كده دول متصلين مع بعض بطريقه راسيه، اما دول متصلين مع بعض بطريقه افقيه. تمام، وخلي بالك دول مش متصلين بدول، يعني دي متصله لوحدها ودي متصله لوحدها، اما ده من اول الخط لغايه هنا لغايه علامه الدبليو دي، او الناس بيبقى عندها علامه ازرق وعلامه احمر. تمام، العلامه الازرق يعني كل ده متصل مع بعضه، علامه الاحمر على الجزء الثاني ده متصل معاه، وخلي بالك دول مش متصلين مع بعض افقي، متصلين مع بعض راسي فقط، اما دول متصلين افقي وغير متصلين ايه راسي. تمام، هنبدا دلوقتي نجيب الليد بتاعتنا. هنجيب ليد عندنا، اي ليد زي ما انتم شايفين، ادي شكل الليد بتاعتي. زي ما انتم شايفين كده الليد ليها طرفين، تمام، طرف قصير وطرف طويل. الطرف القصير ده ببدا اوصله بالجراوند، اما الطرف الطويل ببدا اوصله بالبن بتاعتي. تمام، فانا ببدا احط الليد بتاعتي مثلا في الدايره اهو زي ما انتم شايفين كده، انا حطيت الليد بتاعتي في الدايره. هبدا دلوقتي احط المقاومه بتاعتنا اللي احنا اتفقنا ان هي 220 اوم مثلا، اي مقاومه، بس طبعا احنا الكلام ده بنعرف نحدده، وان شاء الله هعمل لكم درس ازاي تقدر تحدد قيمه المقاومه اللي انت بتدخلها في الدايره بتاعتك. تمام، هبدا احط عند الطرف. طب نتاكد دلوقتي الطرف الطويل فين، الطرف القصير هنخليه هناك مثلا والطرف الطويل اهو. تمام، هبدا احط اول طرف من الليد المقاومه بتاعتي. تمام، وابدا احط الطرف التاني في اي حته اين يكن. تمام، ببدا اوصل دلوقتي الوصلات بتاعتي. تمام، دلوقتي اول وصله عندنا ايه هي؟ ببدا اوصل الرجل الصغيره دي، بوصلها فين؟ هنا، بوصلها بايه؟ بالجراوند. تمام، يبقى احنا اتفقنا ان الرجل القصيره بتوصل فين؟ في الجراوند. ابدا اقول له والله انت الكلام ده، نجيب سلك قصير شويه، مثلا نجيب السلك ده اهو. تمام، نبدا نوصل الكلام ده ايه مثلا بالجزء ده، ونبدا نحدد ان ايه الجزء ده هيبقى ايه جراوند. تمام، طيب الطرف الثاني ده بيبدا يوصل فين؟ بيبدا يوصل عندي فين؟
في الاردوينو بتاعتي، تمام؟ يبقى ده اللي بيوصل في البن على طول اللي انا اشتغل عليه. احنا اتفقنا البن هنشتغل عليه ايه، رقم 13 مثلا. فببدا اخد الطرف الثاني اللي هو من الطرف ده، ببدا اقول له والله المكان ده هيبدا يروح لفين، للرقم 13 عندي فين في البورد، تمام؟ ادي 13، نبدا نروح للبن رقم 13. تمام كده انا حطيته في ايه، في بن رقم 13 زي ما انتم شايفين كده، تمام؟ حطيته في بن رقم 13، تمام. طب الطرف الثاني من المقاومه بنعمل بيه ايه؟ بنبدا نوصله برده فين، بيك جراوند، تمام. يبقى انا ببدا اوصل الطرف الثاني من المقاومه برده فين، بيك جراوند، تمام. خليها فوق، نخليها هنا بعيده شويه، ببدا اوصلها فين، بيك جراوند، تمام. كده انا وصلت المقاومه بتاعتي ايه، بالجراوند، زي ما احنا اتفقنا كده دول متصلين مع بعض، تمام. فببدا اطلع من عندهم وصله بس، وابدا اوصلها فين، في الجراوند، ابدا اخد وصله منهم اهو، ببدا اخد وصله من الطرف ده اللي هو على خطهم يعني، ببدا اروح لايه، للجراوند اللي هو تالت بين او تاني بين عندي، تمام. ببدا وصلته ايه، بالجراوند، تمام. تمام ببدا اجيب اي وصله وليكن هنوصلها في الطرف الثاني ده اللي مفيش حاجه متوصله بيه، ونبدا نوصلها بين في الخمسة فولت اللي هي فوق الايه، جراوند على طول، اللي هي بين سوري، تمام. كده متوصله ايه، بالخمسة فولت، تمام، زي ما انتم شايفين كده، تمام. يبقى ده شكل الدايره بتاعتي اهو، زي ما انتم شايفين كده، ادي الليد عندنا متوصله الطرف الاولاني بتاعها اللي هو الطرف القصير متوصل بالجراوند، الطرف الطويل متوصل بطرف المقاومه ومتوصل على البن على طول، والطرف الثاني من المقاومه بتاعنا واصل بالجراوند، تمام، زي ما انتم شايفين. وصلت وصله اللي هما متصلين مع بعض، الجراوند كله وصلته هنا، ووصلت هنا 5 فولت، تمام. تمام نبدا نجيب كابل اليو اس بي، زي ما انتم شايفين ادي كابل اليو اس بي، ده شكله، تبدا تشتريه، ما بيجيش مع البورده، يعني بتبدا تشتريه من المحل اللي انت بتشتري منه البورده. هنبدا نحط الكابل اليو اس بي ده عندنا في البورده بتاعتنا، اعتذر انا ماليش في التصوير قوي. فهبدا احط الايه، الاردوينو فين، في الجهاز بتاعي، زي ما انتم شايفين ادي الليد نورت، طافت قعدت ثانيتين، نورت ثانيتين. طب نغير اللون بتاع الليد مثلا، تمام اهو زي ما انتم شايفين كده، نورت زي ما انتم شايفين كده، تمام. كده يبقى احنا عملنا كنترولنج ايه على الليد عن طريق ايه، الاردوينو، تمام. المطلوب منك زي ما احنا اتفقنا ان انت هتبدا تتحكم في اكتر من ليد، وان شاء الله الدرس القادم هوريكوا التطبيق العملي بتاعها والتطبيق الاردوينو، بس انا عايزك تبدا تشغل دماغك بحيث ان احنا نشتغل ايه، مجرد الدرس القادم اللي حد وقف مع اي حاجه عشان نبدا ننتقل ايه على نقطه ثانيه، تمام. واهم حاجه عندي زي ما اتفقت معاكم ان اهم حاجه عندي هو موضوع الفهم، اهم حاجه موضوع الفهم، لان في المرحله الاولى لازم تبقى فاهم كويس جدا، تمام. زي ما انتم شايفين اهي ما زالت مستمره في ايه، في انفينيتي لوب، تمام. اشوفكم على خير الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.